يؤمن روعتكم. وكذلك قيل في الأثر إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. مما لا شك فيه أن العشر الأواخر من رمضان تأتي على قمة الأيام المباركة التي يخصها المولى جل في علاه بالمزيد من رحماته والكثير من نفحاته، وما أحوجنا إلى أن نتعرض لمثل هذه الفيوضات الربانية وتلك المنح الإلهية. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر رمضان كله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.